مشاركين متدربين. اختتمت في الجامعة المستنصرية دورة الطب التكميلي والبديل التي نظمها مركز التعليم المستمر في رئاسة الجامعة بالتعاون مع المركز العراقي التخصصي للطب التكميلي بمشاركة عدد من الأطباء وطلبة الدراسات العليا. اخترنا هذا النشاط بذكر أهداف هذا النشاط وأبعاده، وأيضا مد الجسور بين الجامعة والمجتمع، وكذلك رفد المجتمع باتجاهات متنوعة كان يكون الطب البديل والأعشاب كاختصاص جديد في ساحتنا العراقية. وانتهى الاحتفال بتكريم نخبة من التدريسين والأوائل وبمجموعة من الدروع، وإن شاء الله سيكون هذا الكورس هو النواة لكورس آخر متقدم إن شاء الله يبتدئ بعد أسبوعين، نعلن عنه حاليا، ومن الله إن شاء الله التوفيق. اليوم توجنا الكرنفال في تخريج الدورة الأولى للطب البديل والتكميلي في الجامعة المستنصرية. الجامعة المستنصرية هي الأم والحاضنة في أروقة دائرة التعليم المستمر التي احتضنت كوكبا من الباحثين والدارسين والمتمرسين في هذا الطب. كذلك توجت هذا الكرنفال بالتعاون مع مؤسسات بحثية خارجية. الدورة استمرت لمدة 3 أسابيع وتناولت محاور عدة تتضمن تدريب المشاركين على طرق العلاج بالأعشاب الطبيعية والإبر الطبية والحجامة ومصادر الطاقة لجسم الإنسان، فضلا عن نشر الوعي الطبي والطب البديل. اليوم احنا في الجامعة المستنصرية في المركز التعليمي المستمر نضع اللبنة الأولى لهذه الفئة من الناس والهواة والمتدربين لهذا الموضوع. حقيقة الكورس هذا كان كورس علمي من العيار الثقيل، لم تكن هناك دورة في العراق تمتد إلى مدة 3 أشهر متواصلة بأساتذة أكفاء أدوا دورهم الكبير. اليوم التعليم المستمر يفتح قوسين أمام الطاقات من خارج الجامعة وداخل الجامعة لتوظيفها بشكل علمي منضبط. حقيقة اليوم نحن سعيدون بإقامة احتفالية تكريم الطلبة الذين تخرجوا من كورس التدريبي للطب البديل، وهو أول تجربة في العراق يقيمها التعليم المستمر، وهذا كان برعاية السيد صادق الهماش السيد رئيس الجامعة المحترم، وقد افتتح التكريم اليوم الدكتور كاظم المساعد العلمي والدكتورة إنعام والدكتور بشير، واستضفنا كذلك الدكتور زيد فريح الذي هو كان هو الممول والداعم في إقامة هذه الاحتفالية، وكان هنالك 23 طالب قد تخرج، وكان عندنا 3 أوائل قد كرموا بدروع. حفل الاختتام الذي حضره مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ المساعد الدكتور كاظم الماجدي شهد تكريم المدربين والأساتذة الكفؤين وتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين الذين اجتازوا الدورة بنجاح.